ومن العراق ننتقل بكم مشاهدينا إلى كندا، حيث ينظم أبناء الجالية المسلمة في كندا فعاليات ونشاطات دينية مختلفة بين الحين والآخر. ففي مدينة هاملتون أقامت هيئة الشباب القاسم مهرجانا لمدة يومين تضمن إلقاء قصائد شعرية وإقامة ندوة فكرية في الفقه والعقائد والأخلاق. وفيما تناول الباحثون السيرة العقائدية للإمام جعفر الصادق عليه السلام، بين المشرفون على المهرجان أنه يهدف إلى توعية الشباب وجعلهم يقتدون بإمامهم الصادق عليه السلام. نظمت هيئة شباب القاسم عليه السلام في مدينة هاملتون الكندية مهرجانها السنوي الأول الذي استمر لمدة يومين، حيث شارك فيه عدد من الشعراء والمنشدين الشباب من كافة المناطق الكندية. التوجه في إقامة هذه المنتديات الثقافية هو لإظهار علوم أهل البيت عليهم السلام إلى البشرية جمعاء، حيث أن العلوم هذه منها علوم دينية ومنها علوم حياتية ومنها علوم إنسانية. كان هناك حضور كبير لمجموعة من الهيئات والمؤسسات الدينية في كندا، حيث حضر جمع كبير من مدينة مونتريال ومدينة أوتاوا وونزر وتورنتو. كما وتضمن المهرجان الندوة الفكرية الرابعة لمنتدى البحوث الإسلامية للفقه والعقائد والأخلاق، حيث كان الموضوع عن السيرة العقائدية للإمام الصادق عليه السلام باللغتين العربية والإنجليزية. ارتأينا في هذه الليلة أن نقيم مجلسا لمنتدى الشباب، منتدى البحوث الإسلامية للعقائد والفقه والأخلاق، لنتناول سيرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا الشباب في فكر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تلك الفئة العمرية المهمة بالواقع بالمجتمع. لقناة كربلاء الفضائية، عباس الأنصاري.